الا تزومات عليه راه غيبان عندنا واحد الفيس شامبيون ديال البيتزا لي شامبيون دو موند دو بيتزا 2019 في روما فروما صعيب مشيتي خديتيها من طاليانا صاحبي راه شي حاجه صعيبه كي درتي لها بيتزا بيتزا مغربيه ولا بيتزا ايطاليانيه بيتزا فرنساويه فرنساويه موتي موتي نص فرنساويه ونص مغربيه حيت كتعرف بيتزا ماروكان شنو هي وما كتعرفهاش ما كتمشيو لشي قهوه كتكتبوا لا بيتزا ماروكان لا لا بات ديالي ماشي بحال ديالكم لا لا حنا عندنا وحده سهله كنشدوا الخبز ديال الشعير تنقسموه على جوج كنديروا فيه الزيت البلدي الفرماجة زعتر فران بيتزا ماروكان عندهم لي اكسكيوز غنرجعوا من بعد مع هذاك الشيء مي ويا المشكل ديال الطحين شنو هي بيتزا فرنساويه بيتزا شويه غاسترونوميك داك نقولوا بيتزا غاسترونوميك كديروا بحال واحد البلا في البيتزا اوكي شي شويه غتشوف عندنا كلنا غتلقانا كل واحد فينا عنده قصه مع البيتزا كل واحد فينا غيعاود لك هذه القصه وغتقول له واش صحيحه ولا ما صحيحه ولكن عاود لنا القصه ديالك انت مع البيتزا كيفاش ولا شاف نجوم مختص بالبيتزا شاف نجوم كان كيقرا في ليكول كان كيدوز باك جي الكترونيك هاد الساعة كنت كيخدم أكوتي في واحد الريستوران بدا من السيرفور وشوية بشوية دخلت في الكوزينة وبديت كنعلم البيتزا وكل شيء وواحد النهار البيتزا يرو ما جاش وخديت بلاصتو ومن ذا النهار مابقاش نمشي تزيد بلاصتو مابقاش نرجع صافي دابا صافي 18 عام الحمد لله وتبارك الله عليك اللي لاحظت هو أنك كتهضر بالدارجة وخا أنت زيادة وخلق كما كنقولوا في فرنسا شنو بغيتي نقول لك انا ما كنتش كنعلم الوالده والوالد ما كنتش كيعاونوا مني المغربي فاش كنت صغير اوكي وبديت فاش كنجي للمغرب كنهضر مع لي كوزان ديالي وهادشي كلشي وبديت كتعلم وانت دابا في المغرب وفي الكوزينه مع الناس اللي خدام معاهم غادي تتلقى عندك المغربيه ولي بشويه بشويه ما كيكونوش شويه سي دي فوا سي دي برو سي ان بروبليم اوكي وبالنسبه للمني كتكون خدام بغينا نشوفوا الشاف نجوم واش كيغوت بالفرنساويه ولا بالعربيه نص نص